بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فقدت الأمة عالما جليلا وفاضلا كريما، كانت له كلمة مسموعة وكانت له مواقف مشهودة، وهو فضيلة الشيخ رفاع سرور عليه رحمة الله، الذي عرفه الناس بدماثة خلقه ورقة طباعه وجودة أفكاره وحسن ما يكتب وما يسمع الناس من بنات أفكاره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يعلي منزلته وأن يخلفه بخير في أهله وعقبه، إنه جواد كريم. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نسأل الله تعالى أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوى، والحمد لله رب العالمين.